زي عندي التلميذ بعبع، الشاطر ما يذاكر الامتحان. أنا عندي بعبع. مساء الخير والسعادة، مساءك سكر زيادة، مساء مقطقك جميل على كل حبايبي الحلوين واللي مساءه مع ماما بيلو. أكيد مامته بتدعي له حلاوة المولد على الكيلو. اه يا بغبغ، نعم 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 مساء نعم الفل يا نعم بغبغ، نعم كل نعم سنة وانت طيب. نعم نعم وانت طيبة يا ماما بيلو. انت عمال مقضيها اكل اكل اكل، عمال بتاكل ايه من بدري؟ أنا باكل حلاوة المولد. حلاوة المولد. طب حلو جدا، حلو قوي. كلت بقى كام واحدة يا أكلتي صغنطوطة؟ تن يا ماما بيلو، كلت كام؟ تن حلاوة المولد. تن يا بغبغ، تن أمال حلاوة إيه؟ المولد. بس بقى حلاوة المولد مع اننا جميله حلوه بنحبها كلنا طبعا، محدش ما بياكلش حلاوه المولد، بس بناكلها بالعقل. بناكلها بالايه؟ بعقلي يعني، أكلها بدماغي ولا يا ماما بيلو؟ لا هتاكلها بقك، بس هتاكلها بالعقل، يعني نفكر كويس ونعرف لا ان احنا لازم ناكل حلاوه المولد واحده واحده ومش كتير، علشان بطننا ما توجعناش ودماغنا ما تصدعش لا، انا وبروح بعت ما للدكتور. بتوجعنيش يا ماما بيلو. بس انت بتقول كلت تاني يا بغبغ. ايوه ولسه اكل تاني، ولسه اكل شيبسي وحلي بالبيبسي. هتاكل شيبسي وتحلي بالبيبسي؟ امال واو، ايه؟ لا 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 لا، هنا بقى لازم نتكلم بقى كتير قوي ونشوف. اولا الشيبسي فيه مواد حافظه، ثانيا البيبسي فيه حاجات مضره جدا لعظمك الجميل دوت. لا عشان اكل كتير وابقى اضرب الاسد واضرب الفيل. حلو ان احنا يبقى عندنا طموحات وعندنا احلام ان احنا هنضرب الاسد وتبقى كمان اقوى من الفيل، بس مش حلو خالص ان انت تزود في الاكل وانك انت تاكل طن حلويات. ايه ده؟ زي طن حلويات يا بغبغ؟ طب ده انت جبت فلوسه منين؟ ده كتير. لا ده انا جبت حلويات، وكمان انا عايزه اكل لبيه. لبيه؟ ايه ايه لبيه دي؟ مش في حمصيه وسمسميه يا ماما بيلو؟ اه في حمصيه وسمسميه يبقى في وسودانيه. لبيه عشان انا فاطبيه. اه فضيك. فهمت، لبيه يعني جايه من اللب، عشان انت بتاكل اللب فانت عايز تعمل لبيه بقى بالسكر وكده. ايوه امال ايه، وكلت منها قد ايه اللبيه دي؟ ما اكلتش الا 14 كيلو. لا 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 لا، بغبغ بطنك هتوجعك يا بغبغ. لا انا بطني ما بتوجعنيش. انا واثقه انك انت هتقول لي اه يا بطني، اه يا دماغي، اه لا بغبغ بطني ما بتوجعوش ولا اسنانه. والله هنشوف. بس الفكره كلها ان انت لازم يا بغبغ، لان يعني اصحابك بيحبوك جدا واصحابي كمان بيتابعوك جدا وعارفين ان انت قدوه جميله ليهم. انا بحب اصحابي، ويا اصحابي اللي عنده حلاوه المولد يجي بقالي. لا يا بغبغ بقى، يعني انت بعد ما اكلت طن هتاكل كمان تاني من اصحابك امال حلاوه المولد ايه؟ بتاعتهم؟ امال ايه يا بابا بيلو؟ امال انا عايش ليه عشان اكل؟ لا طبعا احنا مش عايشين عشان ناكل. انا لا احنا مش عايشين عشان ناكل يا بغبغ. امال ايه؟ لا طبعا احنا بناكل عشان نعيش، يعني لازم ناكل كمية اللي هي يدوب على قد ما هتدينا طاقة عشان نقدر نعمل الشغل بتاعنا ونعمل واجباتنا ونروح ونيجي وكلام من ده، لكن مش نفضل ناكل 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 عشان خاطر احنا بنحب الأكل. لا ما انا باكل عشان اضرب الاسد يا ماما بيلو. هتضرب الأسد ازاي؟ طب يعني قول كلام مقنع، يعني لا أنا مش متخيلة أنت بتضرب الأسد. هو بيخاف مني، انا لما بطير بخربش وبجري. اه يبقى احنا كده كمان دخلنا في موضوع تاني ان احنا بنقول كلام مش واقعي خالص، يعني اقنعوني ازاي بغبغ ممكن يضرب الاسد والفيل بيخاف مني. والفيل كمان بيخاف منك؟ امال انا ايه؟ واثقه ان بعد طن حلويات يا بغبغ كلته ان انت هتبقى اكبر من الفيل، والفيل لا هيخاف منك. لا انا هو بيخاف مني من غير اي حاجه، وهضربه النهارده. هتضرب؟ لا بقول لك ايه يا بغبغ، كل سنه وانت طيب النهارده مولد النبي، وكل سنه وكل مشاهدينا طيبين، وكل انت سنه وكل طيبه يا ماما حبايبي بيلو. الحلوين اللي هيجوا يقعدوا معانا دلوقتي طيبين النهارده مولد النبي يا بغبغ. كل سنه وانت طيبين اصدقائي، كل سنه وانت طيبه يا ماما بيلو. كل سنه وانت طيب يا بغبغ، وكل حبايبنا طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف، وعايزين نهدي ونحلي بقى التحليه اللي بجد هي الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. الصلاة والسلام. وبعد ما بغبغ كل حلويات اكتر من طن بيقول و14 كيلو لبيه، هنشوف اذا كان هيقدر يكمل وفي معانا. سودانية بحبها، وفي ايه؟ سودانية. اوكي، وانا كمان بحب السودانيه. هنشوف بغبغ معانا اكيد في الفاصل اللي جاي مع اصدقائي الحلوين، ومعانا في مفاجآت كتير. انتظرونا في الفاصل. استنونا. أنا اسمي أمير، أنا صديق، أنا مظبوط، بحب الرزمز، بحب الكلمات.
انا شريك ماما بينا، وانا الحمد لله ماما بينا، وانتظروا تجيب الجرعه الساعه 2 وبابا. انا فارس محمد صديق ماما بينا، وبحب بابا وبحب قناه الصحه والجمال، وبحبكم جدا، وانتظرونا في الحلقه القادمه لترى كل شيء جديد. جدي محمد رفيق وصديقة ماما بيلو، وبحب بغداد، وبحبكم كلكم، وبحب قناة الصحة والجمال. محمد أحمد جاكو، وبحبكم كتير، وبحب ماما بيلو، وبحب ماما بيلو جدي، وبحب بغداد، وبحبكم كتير، وانتظروني في الحلقة الجاية من ماما بيلو. أنا اسمي رحمة أحمد ياسر، وصديقي ماما بيلو، وبحب بغبغ، بحبكم جدا جدا جدا، بحب قناة الصحة والجمال. شكرا يا جودي. تعالي اتفضلي اتفضلي. ايه الجمال ده، نحيي جودي. برافو يا جودي، برافو. كل سنه وانتي طيبه. برافو. ونتعرف عليكي، اتفضلي يا جودي نتعرف عليكي. ايوه حاضر حاضر يا رحمه. هنتعرف على اصدقائنا الحلوين، ورجعنا بعد الفاصل مع اجمل فقره بنشوفها في مولد النبي. هي اكيد طبعا الاغاني الخاصه بمولد النبي، عروسه المورد، وسكر قراقيش، وكل الحاجات الجميله ديت. وقدمت لنا فقره جميله جودي، نتعرف عليها اكتر. اسمي جودي محمد رفيق. هنعلي صوتنا اكتر. اسمي جودي محمد رفيق. جودي محمد رفيق، اوكي تمام. بس ايه العروسه الجميله دهيت، مين اللي عاملها لك؟ ماما. حلو قوي. وخد منك تدريب قد ايه علشان تعملي الاستعراض الجميل ده؟ هو انا لسه متدربه عليه امبارح. ده انت كده عبقريه جدا بقى طبعا، ان انت تقدري تعملي الشغل الجميل دوت في وقت قياسي. لا جميل جدا، شكرا. ممكن اعمل الاغنيه من اولها لحد اخرها، الاغنيه كامله اكيد، انا واثقه من دوت. انت بتحبي بقى، اكلتي عروسه، اكلتي حلاوه المولد زي بغبغ كده لما كلتن؟ لا. اكلتي قد ايه؟ ما اكلتش خالص. يا بنتي بتاعتك. شفت بقى يا بغبغ، يا بنتي الحلاوه بتاعتك اهو، عايز يحجز الحلاوه بتاعتك. بغبغ كلتني يا شباب. الاول اهلا بيكم، نورتونا. هنتعرف عليكم، ممكن ناخد المايك ونتعرف على صديقنا الجميل عمار رامي. لا انا عايز صوت كده قوي. عمار رامي. تمام عمار. انت النهارده هتقدم لنا موهبه خاصه بالتمثيل وبال اداء تقليد. تمام اوكي. وانت قلت حلاوه المولد جميله قوي. انت اسمك ايه بقى كمان انت؟ رحمه. طب ممكن بالمايك؟ انا اسمي رحمه احمد فيصل، واكلت حلاوه المولد. يوه كماله، يبقى كده مفيش حلاوه مولد لبغبغ، مش سايبه حلاوه مولد. انا عايز حته. بغبغ طمعان في كل حلاوه المولد بتاعه اصدقائنا النهارده. امال ايه؟ لازم اكل كتير كده حلاوه المولد، ابقى كل يوم اكل.
لا 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 يا باغ، لا خالص يا رحمة، ما ينفعش ناكل حلويات كتير، احنا بناكل حلويات بالظبط على قد احتياجنا، لكن ما نقعدش كتير. انا مش هاكل كتير مش كده، انا قلت غلط اصلا، انا بقول غلط بالظبط، ده اكل على اساس حبة غنانين. الله، طب ده مش غلط، ده صح جدا. حاضر، هنديك حتة وهنديك لباية وهنديك حلاوة المولد وهنديك كل حاجة. يا ريت هاتوا كل الأغاني اللي معاكم. أنا على فكرة باكل موز كتير. بتاكلي إيه كتير؟ قصدي باكل شوية صغيرين بوز. إيه بوز ولا موز؟ موز. موز، الله، الموز مهم جدا. الله، أنا بحبه جدا. شفت بقى يا بغبغ، أصدقائنا شاطرين وعارفين إيه اللي بيفيدهم، مش بياكلوا بيبسي وبياكلوا شيبسي، بتاكل موز أهي. أنا مش باكل بشيبسي، مش باكله. الله عليكي، طب نحييها بقى. لازم الحقيقة يلا. كمان انا باكل برتقان، حب زناني وعصير برتقان وتفاح. لا لا لا، انت عبقرية، ده انا لسه كمان. مانجا كمان وجوافة. رحمة الجميلة هتقول لنا كمان طريقة عمل الكيكة، بس هنرجع لها تاني نشوف صديقنا الجميل. نتعرف عليك بقى كده بصوت عالي. انا فارس محمد. جميل يا فارس، قولي بقى اكتر حاجة انت بتحب تعملها في وقت فراغك، يعني الوقت اللي انت بتبقى فاضي فيه بتعمل ايه؟ بلعب مثلا مع، طيب، بلعب مع اختي. هناخد اتصال تليفوني ومعانا ام اياد. اهلا بحضرتك، منورانا في البرنامج. اهلا بيكي يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا بغبغ، عامل ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ كل ساعة انت طيبة. انت عمر وإياد ابني بيحبك قوي وانت طيب. ده عيال عسول، هاخده واطير انا وهو. هو بغبغ حبيب الملايين اكيد. ازاي حضرتك؟ تحياتي. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة ودايما في تألق يا رب. ربنا يخليك يا فندم. معانا مواهب جميلة وأطفال حلوين، وفي عندنا اللي بيغني، وفي عندنا اللي عامل كيكة، وفي عندنا كمان اللي عمل استعراض لعروسة المولد، وفي اللي هيحكي لنا مغامرات وخيال جميل، وفي عندنا الفنانين اللي بيرسموا، وعندنا كمان أمير اللي بيعرف يتكلم مع بغبغ كويس جدا، وفنانين كمان موهوبين على مستوى الغناء هيبقوا مطربين كبار، أنا واثقة من ده إن شاء الله. أيوة يا فندم، ربنا يبارك فيهم. وبعد اذنك ينفع ابعت اهداء؟ طبعا، اتفضلي. ببعت اهداء لمحمد احمد ابن اختي. اهلا. ومحمد علي ابن اختي برضو. تمام. ومحمد حسين ابن اخويا، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ربنا يخليكم ليا ويبارك لي فيكم. كل سنه وانتم. والهالة اختي حبيبتي والمامتي، وكل سنه وجميع المسلمين بخير يا رب. يا رب. وبشكر فريق الاعداد والقناة الجميلة جدا اللي كمان موفرنا رقم بنعرف نتواصل معاكم وكده، وبتجيب لنا كمية برامج غير عادية، بتخلينا اصلا مش محتاجين ان احنا نقول احنا عايزين حاجة تانية، خلاص بجد. شكرا جدا يا تاني. شكرا يا بابا، انا بحبك قوي. وانا كمان، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا قمر. كل سنة وانت طيبة، وكل حبايبك واصحابك واخواتك واولاد اخواتك طيبين، وكمان امير كل سنة وهو طيب، عشان دلوقتي هيستقبل معنا اتصالات. وبجد بنشكر القناة طبعا، هي اكيد مدية فرصة لاولياء الامور ان هم اولياء الامور والمشاهدين. معانا كمان اتصال. الو اياد. الو استاذة ريهام، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا ماما بيلو؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده علينا كلنا يا رب. وحضرتك سعيده يا رب، وكل سنه وكل الامه الاسلاميه والمصريه بخير يا رب. ازيك يا بغبغ؟ الله يسلمك، ازيك يا طن؟ حبيبي انا مامة عمار. اهلا وسهلا. عمار عسل. سلم على ماما يا عمار. او عمار يعني هي حبه في التمثيل، يعني هو بيعشق حاجة اسمها تمثيل، ويحب محمد رمضان وبيحب ناس كتير قوي. انا كمان بمثل انا وعمار. كل سنة وانتم طيبين ومنورين، ويا رب دايما بالتوفيق وبالنجاح دايما يا رب. حضرتك طيبة. حضرتك جدا، كل سنة وانت طيبة. وعمار هنشوف كمان موهبة جميلة جدا، انا بشر لها ان شاء الله ان هي يبقى ليها مستقبل حلو قوي في موضوع التمثيل. تحياتي لحضرتك. فارس، نرجع بقى لفارس، وقلنا ان فارس عنده مغامرات. معانا كمان اتصال تليفوني. نور.
ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بصحة وسلامة ومنورة برنامجنا. ربنا يخليكي، انا اللي سعيدة جدا ان انا بتواصل معاكم. احنا اسعد يا فندم ومعاكي بغبغ. ازيك يا طن؟ يا بغبغ ازيك؟ ازي حضرتك؟ انا عندي حلقات كتير جدا يا بغبغ. حلويات كتير، والنبي شيلها كلها يا طن. ايوه والنبي. ايوه هتيجي معايا بقى؟ عشان اخد منك وادي لماما بغبوقه. هنجيب ماما بغبوقه ونجيب بقى ونيجي البيت بقى ناكل الحلويات كلها يا بغبغ. ينفع ناكل كل حلويات؟ ينفع؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك انا بس بحب ابدي اعجابي بالبنوته الجميله اللي هي جودي دي، جميله جدا، عامله زي الملايكه، وحتى تعبيرات وشها صادقه جدا. فازيك يا جودي؟ سلام يا جودي. كلمي. الو، ايوه جودي، مع حضرتك ايه؟ المايك، المايك. الو، ازيك يا جودي، عامله ايه؟ الحمد لله. انت بنتها جميله جدا يا جودي. وانت كمان جميل. اول عرض اللي انت عملتيه جميل جدا، شكرا. حد يساعدك في عمايله؟ ماما. ربنا يخليلك ماما يا حبيبتي. الله يخليك، كل سنه وانت طيبه، وكل الاطفال اللي موجودين في الاستوديو طيبين. حضرتك بالصحة والسلامة. حضرتك طيبة طن. وتحية كبيرة طبعا لمامي جودي على الشغل الجميل اللي هي عاملاه. تحيات. برافو. نعم. ومعانا اتصال تليفوني تاني لكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بغبغ مع حضرتك. عليكم السلام. ازيك يا فيلو؟ ازيك يا عمو؟ ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه يا عمو؟ لو انت مش تاكل حلاوه ولا ايه؟ انا عايز حلاوه كتير عشان اطير. طب احنا عايزين حلاوه بقى، عايزين حلاوه. ماشي، هبطل على الشجره واجيب لك. وانت منور الشاشه بقى. ماشي يا زينو. شكرا. ماشي يا زينو، ماشي. انت هتجيب لنا حلاوه ولا ايه؟ بغبغ. نعم. سمعت؟ معلش يا استاذ كريم، السؤال تاني. نعم، السؤال تاني معلش. نعم نعم تمام. ما سمعناش حضرتك، السؤال تاني بعد اذنك. لا انا بقول هو انت مش هتجيب الحلاوه ولا ايه؟ لا هو كل طن حلاوه، هو كل تقريبا كل كل المنتج اللي موجود في السوق. كتير. ها؟ انا عايز حلاوه كتير، انت جايب لي. ميرسي لحضرتك جدا، اشكرك يا فندم، وتحياتي ليك، ونورت برنامجنا. ايه الشطاره دي؟ نرجع لاصدقائنا الحلوين. معانا دلوقتي محمد. نتعرف عليك اكتر. طب ممكن تبص هنا علشان خاطر تقول باي لماما والبابا والأهلنا كلنا. تمام، ايوه للكاميرا، ايوه. ونقول اسمك تاني يا محمد. محمد احمد محمد غني. محمد انت بتحب تعمل ايه؟ بحب اغني وبحب ارسم. خلي المايك معانا، ايوه. بتغني وبترسم، حلو قوي. طب ممكن ندي الكاميرا لامير، ندي ال هنقول هنعرف عليك، نتعرف عليك بس يا امير. طيب انا هقول اسم امير، انا هقول اسم امير المره دي. تمام، امير مصطفى. شفت بقى؟ هندي المايك لجودي. طيب بص يا جودي، هنبص للكاميرا بتاعتنا عشان نسلم على ماما وبابا وكل اخواتنا وحبايبنا. بص للكاميرا. ازيك يا جودي؟ احب اقول لكل امات محمد كل سنه طيبين بمناسبه مولد النبي. النبي السعيد. الله، ايه الجمال ده، كل سنه وانت طيبه يا جودي. وبالمناسبه بقى عايزه اوريكم جودي رسمت لنا ايه. جودي رسم لنا الرسمه الجميله ديت. الله، جميله. ايه فنانه جودي. دي يا محمد انا بعرف ارسم كمان يا ماما بيلو. بصوا الالوان، انا عارفه يا بغبغ، ده في سكتشي كامل. الله، هنقعد انا بقى اجيب لك سكتشي كامل.
رحمه هنرجع لورا بعد اذنك، تمام؟ كلنا هنقعد مكاننا علشان خاطر نشوف بعض كويس، اوكي؟ ونبص كمان على الصوره باينه اهيت وباينه كمان لاصدقائنا على الهواء. ايوه دي رسمه جودي. قد ايه رسمه جميله؟ جميله. بصوا بقى عشان هنعرف الفرق ما بين رسمه جودي ورسمه بغبغ. بغبغ فنان كبير، هو قال لي وفهمني دوت وجايب لي سكتش كامل بالرسومات بتاعته وقال لي انه هو مواظب يوميا ان هو لازم يرسم رسمه. جودي بقى وبتحب ان هي تعمل تناسق في الالوان زي ما انتم شايفين. الرسمه دي خدت منك قد ايه يا جودي؟ خدي المايك وقولي لنا. ساعه بس. ساعة؟ ايه ده؟ ده عبقرية جدا عشان ترسمي الرسمة ديت في ساعة. لا ده انت عبقرية. برافو. طيب. انا حطها بقى في 3 ثواني. 3 ثواني. طب نبص الرسومات اللي بياخدها. نبص الرسومات اللي بياخدها بغبغ في 3 ثواني. بصوا كده يعني رسمة زي دي مثلا بغبغ بيقول لي ان هو رسمها في 3 ثواني. دي مين؟ مين مين شاطر يقول؟ ام كلثوم. انت يا بغبغ قول لي بقى الرسمه دي خدت منك 3 ثواني. انت بتحب ام كلثوم؟ امال ايه، ده انا بعشقها. وبترسمها بالاتقان ده كله؟ امال ايه. تمام. وفي رسمه كمان لبغبغ هنا تاني اهيت. بنوته. بس حلو قوي رسمه البنوته دي يا بغبغ، خدت منك قد ايه؟ دي تيتا. دي تيتا. بس تيتا جميلة قوي. يا بابا انت دي حاجة غريبة. لا بس تيتا يا طب بصي بقى في حاجة ثانية. تيتا صغنطوطة. تيتا دي أكبر منك ولا أصغر منك؟ لا أكبر منها ب3 سنين. أنت أكبر من تيتا؟ بس مش عارفة ليه يا بغبغ أنا شاكة إن الرسومات دي بتاعتك. لا بتاعتي. مش عارف عندي احساس كده اني مش انت اللي رسم الرسمه دي. بصوا جمال بغبغ ان هو من كتر حبه في نفسه جايب بسكتشي عليه صوره هو واصدقائه. امال ايه دي لما كنت في الساحل جبت السكتشي بتاع جودي. محمد هنسمعك يا محمد وانت بتغني اغنيه كاميرون. هنبص للكاميرا. كاميرون كاميرون قمر سن النبي قمر وجميل 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 سن النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ناجي الله الله وعطر يبقى إذا مست أياجي الله الله عم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سن النبي قمرون. برافو برافو كلنا نحيي محمد. جميل محمد ما شاء الله حلو قوي. محمد ايه الجمال ده؟ انا مبسوطه كتير قوي. شطوره. نيجي بقى انت كمان بتعرفي تغني؟ اكيد هنسمعك. نيجي بقى نحلي بقى ونشبع بطننا بحاجه مش هنقول لبغبغ عليها. اقعد يا محمد. لا انا هتقطع بابا بيلو. مش هو واكل حلويات كتير مش عايزينه ياكل تاني. لا عشان في عندنا في عندنا كيكه. بغبغ ممكن تعمل تليفون عشان احنا هنتكلم في حاجه تانية خالص. ماشي. يعني اعمل تليفون كده 2 3 ساعات وارجع لنا. خلاص ماشي. هروح على الشجره اللي جنبنا في اي كابينه. وانت معانا هنا. لا روح الكابينه الثانيه. عايزين نشوف الكيكه الجميله ديت اللي هي من عمايل ايد رحمه. تقول لنا ازاي ممكن نعمل كيكه. انا حابه اسمع منك طريقه عمايل الكيكه. احنا عملناها بالبيت. هنبص للكاميرا ونقول لاصدقائنا احنا عملناها بالبيت. بس حلوة. لما عملناها بالبيت حطينا عليها شويه حبه كده من حبه كده فانيليا. ايوه. وبعدها يعني بيض وفانيليا. تمام. وحطينا سكر والمضرب شغال. حلو جدا. وبعدها حطينا ايه؟ خليط الدقيق. خليط الدقيق. تمام.
وبس كده كمان. وهي دي طريقه الكيكه بتاعتنا احنا يا انا كيكه جميله دهيت بعد ما انت عملتي البيض بقى والفانيليا وبعد بس كده دي كيكتي انا والكيكه عليها الحلويات دي التعمم. الله بس دي انت كيكه حتى بتاعتك جميله خالص. بصوا يا اصدقائي شفتوا قد ايه رحمه شطوره وجميله وعملت كيكه. لا والجمال بقى ده انا عملتها لوحدي وطنط اسماء صاحبة ماما كان معايا المطبخ بتعلمني وبتصورني بالكاميرا. الله برافو. اما تجيبي ماما بيلو ممكن حاضر هديك بس بعد 3 ايام عشان تكون هضمت الطن الحلويات اللي انت اكلته. بس عايزه اقول لك على حاجه يا بغبغ. احنا عايزين نشوف بغبغ يا ترى بيساعد ماما وبيعمل لها حاجات في البيت ولا بياكل ده كل ما بتحط اكل باكله. شفتوا بقى بغبغ بيساعد ماما ازاي؟ وانا ده انا كمان بساعد ماما انا كمان بساعد ماما وبعمل لها الفواكه وبقطع بسكينه كده مش بتوجع في الفواكه. بابا شاطره كل يوم بروق مع ماما. انت شاطره على طول. ميرسي جدا. واديني المايك يا كوكو علشان خاطر بقى هنسمع الموهبه الجميله دهيت بعد ما نحيي طبعا رحمه على كيكه جميله دهيت. وبعد الحلقه هندعي كل اصدقائنا يجوا ياكلوا معانا كيكه. اتفضل اقعدي يا رحمه. هنشوف عمار بقى هيقدم لنا ايه موهبه فنيه في فن التمثيل. انا بحب محمد رمضان جدا. تمام. وبحب اقلد المسلسل بتاعه اللي هو مسلسل الاسطوره. طب نشوف حاجه كده. ماشي يلا رحمه. ارجع بظهرك. كلنا هنرجع بظهرنا ممكن. يلا كلنا نرجع بظهرنا. ورجعنا بعد الفاصل مع اصدقائي الحلوين ولسه عندنا مواهب تانية كتير. ونرجع لعمار ونشوف فقرة التقليد. اتفضل يا عمار هتبص الكاميرا بتاعتك. اتفضل قول يا دي عصام الفرق بين الرجل والمرأة غير الفرق اللي كل الناس عارفاه ولازمتها الدخلة دي يرفعها تسوق وانا اجي في دخلة برضو يروح امك انا جاي في دخلة ويشهد عليها ابوك يا محمد يا نام في ايه يا رفاع ابنك بيبلغ عني مشتري كلام برضه يا معلم رفاعي بس يا بابا بيبلغ عني انا عصام مش بالصوت برضه ولا ايه لا انت معلم برضه بتتكلم وانا واقف انت تمسك الشيشه بقى. تمام يا عمار جميل جدا. انا شايفه انك انت عندك استعداد انك انت تقلد وتمثل والكلام ده كله. وقلت جملة قبل الفاصل ان انت بتحب محمد رمضان جدا ويمكن متعلق شوية بالشخصية بتاعت عباس النمر ولا رفاعي. والحقيقة انا ممكن يبقى ليا ملحوظة او كومنت على الموضوع ده. طبعا انا بحييك جدا على ادائك الجميل جدا وانا واثقة ان اكيد كتير من مشاهدينا واصدقائنا الحلوين الصغيرين اللي في البيت كمان بيعرفوا يعملوا الرفاعي او بيعملوا شخصيات كتير قوي لمحمد رمضان. بس احنا عايزين دايما نرتبط شويه بالاعمال الفنيه اللي بتخلينا نقول حتى كلام حلو ما يبقاش فيه الفاظ ما يبقاش فيه حاجه مش هنحبها في المجتمع بتاعنا. ولا انت ايه رايك يا عمر؟ انا بقلده مش قصدي على لفظه ولا حاجه انا بقلد زي ما هو بيقول بالظبط. انا فاهمه ان انت اكيد بتقلد زي ما هو بيقول بالظبط بس احنا المره الجايه اكيد هنبقى عايزين تطلع معانا تاني. بس انت بتقلد حد او بتقلد حاجه نبقى فرحانين قوي واحنا بنسمعها مبسوطين ليها بنتعلم منها حاجه كويسه. اتفقنا؟ اوكي تمام. ونشوف فارس ويقول لي بقى نفسه يطلع ايه. فارس لما يكبر نفسه يطلع ايه؟ نفسي اطلع. بص الكاميرا بتاعتك. نفسي اطلع مهندس. اشمعنى بقى مهندس؟ علشان بابايا بيشتغل مهندس ونفسي اطلع زي بابايا. شفت يا بغبغ؟ طب انت عايز تطلع ايه يا بغبغ؟ انا عايز اطلع طيار زي بابا. انت اصلا طيار، انت اصلا بتطير. لا انا عايز اطلع كوكب المريخ. كان كده اوكي، يعني انت عايز تطلع رجل فضائي. امال ايه؟ انا بصنع سفينه فضائيه ولسه عشان اما اخلص الجمعيه. جمعيه؟ طب وانت بيعمل جمعيه علشان يطلع بسفينه فضائيه، اما انت يا فارس بتعمل ايه علشان تبقى مهندس؟ بص الكاميرا. انا بعرف اخترع حاجات زي مثلا مره كنت عايز اخترع حاجه ومعرفتش اخترعها كده.
كنت عايزه اخترع حاجه بس بابايا ما رضاش يديني ادواته. طيب طيب، لا احنا لازم اكيد المره الجايه نعرف لما نخترع حاجه نخترعها. نرجع لجودي، وجودي حابه ان هي تقول كلمه للمشاهدين، اتفضلي يا جودي. جودي جودي بقى عايزه ان هي تبقى مذيعه. عايزه بصي الكاميرا يا جودي. عايزه اقول لتيتا كل سنه انت طيبه، انت وماما وبابا كل الناس. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا جوجو. كل المشاهدين. وامير مش ناوي تقول لنا حاجه؟ حتى البغبغ طيب، ممكن تقول حاجه البغبغ؟ ازيك اميره؟ كلت حلاوه المولد ولا لا؟ ها؟ امير لما مش بيتكلم يبقى كسلان. امير ما كلتش حلاوه المولد، فلازم يبقى لازم يبقى نشيط اكتر من كده. وهنطلع بفاصل ومعانا فقره شعريه. حلاوه المولد بتكلم. اوكي شطوره.